إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى ها حمدني عبدي. والعبد لا يكون حامدا لله عز وجل بمجرد أن يقول الحمد لله، بل لا بد مع القول الإيمان والاعتقاد، ولا بد مع القول الانقياد. فلا يكون إنسان حامدا لله عز وجل إلا إذا خضع له مع غاية الحب والخوف والرجاء. فالحمد لله تقتضي ويلزم منها أن تخضع له سبحانه وتعالى وتعبده وحده لا شريك له، تعبده ولا تعرض عن عبادته، وتعبده ولا تشرك بعبادته، وتعبده جل وعلا كما أمرك، على هواك مش على هوى غيرك.